قانون النقد والقرض مثال جيد ليجسد ويرخص هذه الفلسفة من خلال التنظيم. قانون جديد فتح أولا المجال لفاعلين جدد من جملتهم البي اس بي، يعني المتعاملين اللي يشاركوا في الدفع الإلكتروني. جاب كما نقولوا أنكراج جوريديك، جاب قاعدة قانونية للبنوك الرقمية والعديد من لاموني نيميريك، لو دينار نيميريك، كلها دي كونسيبت، كلها أمور تسمح لنا باش نتوجهوا للعصرنا وللرقمنة وللحداثة، وفي نفس الوقت نوضع لها إطار تنظيمي اللي كما قلت يسمح لنا أنه نعزز ثقة كل الفاعلين في المنظومة المالية إذا كنا